لك. خلينا كمان نروح لفقرتنا المعتادة مع النجوم والمشاهير والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكيد مها يسعدنا اليوم استضافة الموديل السعودي بندر بن نواف للحديث حول مستقبل الأزياء في السعودية، وهل المجتمع اليوم أصبح أكثر تقبلا لفكرة العمل كعارض أزياء؟ أهلا وسهلا بك. السلام عليكم. أهلا وسهلا عليكم. السلام، حياك الله. حياك الله، نورتنا. يا أهلا وسهلا. كل عام وأنتم بخير. وأنتم بألف خير والشهر المبارك عليكم. كيف رمضان إلى الآن؟ والله الحمد لله خفيف صحيح. ايش المفاجأة الجميلة هذه؟ والله فرصة جدا سعيدة بالنسبة لي. نورتنا. يعني بندر معروف عنك ان انت مرة ستايلش الصراحة، ويعني الناس تحب تتابعك عشان ستايلاتك والاشياء الجميلة اللي تقدمها في محتواك. والله انا دائما الناس يقولون انه كيف بديت، يعني خصوصا انه كان اكيد هذا السؤال الرسمي كيف بديت؟ اي انه يعني هو المشكلة مو بهنا، يقول لك انه شلون واحد سعودي وفجأة ملابس فكانت هي الفكرة ترى غريبة شوي، لأن الوالد كان عنده شركة للملابس، فكنا نستورد ملابس بالجملة ونرجع نبيعها في السوق في جميع مناطق المملكة. فأنا كنت أحب مثلا أني ألبس أسوي، وكان ترى الداعم الأساسي لي الناس. تعرف لما أحد يقولك أوه ما شاء الله حلو عليك الشيء الفلاني أو عجبنا شيء، فأنت تستانس وتحس حافز من جوا، ودك تصير طبعاً. أحسن، ودك تصير أفضل. طيب خليني أسألك، يعني في الوقت الراهن اللي حنا فيه وبحكم خبرتك كمان، يعني وش هي المعايير المطلوبة في الرجل السعودي أو العربي حتى يكون عارض أزياء أو موديل؟ خلينا نقول والله يعني إحنا مثلا نعرف أنه الأجانب مختلفين، يعني خصوصا البنات، يعني الأجنبيات عارضات الأزياء كومبليتلي مختلفين عنا. أكيد أن هي عندك ثقافة، يمكن تكلم نفسي نوعية الشيء اللي أنت بتلبسينه أو بتقدمينه. يعني مثلا نتكلم على العبايات أبسط مثال، يعني ما راح تلقين في موديل عبايات مثلا في الخارج أو شيء فاشن شو حق عبايات في الخارج. فاللي يعني هو السبب اللي يخليك مثلا تتميز، أتوقع حب الناس رقم واحد، وأنك أنت يعني تستعد، تكون مستعدة لهالشيء. يعني قبول أكثر. قبول أكيد طبعا، الجسم، الشكل، الهيئة، هذه كلها يعني من الأشياء الأساسية سواء هنا أو في أي مكان. لكن أنت حبك للشيء هو الدافع الأول، لأن لو نتكلم فعليا هي كمدخول ما في مدخول. اوكي، ما فيها مدخول. ما المدخول يعني مستحيل انه يخليك تعيش على اساس هذا. بس يعني فيها انكم حلوه. الواحد بيسوي هي موسمين ويكون يعني مثلا يمثل براند معينه. صح، لكن احنا لو نتكلم هي موسمين، صيف شتاء. ايوه، يعني بتشد حيلك مثلا في بدايه الموسم وبدايه الموسم الثاني بس. فانت الوقت الباقي اكيد يعني لازم تكون مرتبط في اشياء ثانيه. والأهم من هذا لو تلاحظون في الفترة الأخيرة حتى يعني وزارة الثقافة صارت مهتمة في الفاشن، في الأشياء هذه، في الفروسية زي ما شفتوا، في أشياء يعني كثيرة. فهذا أشياء مبهرة كنا نشوفها في هذه الفعاليات فعليا. طيب إيش الأفكار المغلوطة يعني بندر؟ أكيد يعني إحنا مثلا في مجتمع زي مجتمعنا المحافظ، يمكن أنا ما أتكلم شاب أو بنت، بنات وشباب بشكل عام، إيش الأفكار المغلوطة عن هذا المجال؟ إيش اللي يعني تسمعه مثلا كفيدباك مو مرة يعجبك؟ أوكي، وإيش الأفكار اللي كانت شيء في زمن والآن تغيرت؟ يعني كلمنا أكثر من باب تجربة. والله شوف يا فول، الأمانة يعني أنا أتكلم عن نفسي مثلا، أحب مثلا الأشياء الجريئة. حلو، فهي أول شيء تلقى انتقاد. يعني أحب اللبس مثلا، الألوان مثلا، شاطح في اللون، الله يعزك الشوز، الله يعزك. فالناس تقول وش ذا اللون، وش ذا اللبس، عرفتي؟ طبعا هذا أتكلم فيها بسيطة أو ضئيلة طبعاً. فإذا أنت بتقعد يعني تسمع كلام الناس وتهتم للعالم والأشياء هذه، ما راح توصل لهدفك في أي مجال، يعني مو بس هذا المجال، في أي مجال. تجيك انتقادات؟ والله الانتقادات أقل من الأشياء المحفزة. أوكي. بس أنا ما أشوفها شيء. حلو. طيب خلينا نتكلم عن مشاركاتك ويعني دخولك لهذا المجال، بس على الصعيد المحلي ولا؟ والله أنا بديت العكس. ايه ابن العالم. ما شاء الله لا قوة الا بالله. طيب انا كانت صدفة، يعني كنت في كنت بالصدفة في لندن وجاني ايميل. طيب انه ما كنت مسجل في ايجنسي في شيء كذا؟ اوكي. جاني ايميل انه نبغاك يعني تلبس
عندنا ازياء معينه ونبي نصورك ونعرضها. في البدايه قلت هذا شكله هاكر ولا يعني ما توقعت بصراحه، قلت يعني ليش اختارني انا مثلا او ليش اختاروني انا؟ قلت عادي برد على الايميل فرد عادي، شوي طلع الموضوع صدق. حلو. فكان بصراحه يعني انطلاق بالنسبه لي. بدايه حلوه كانت. اي يعني كان غريب انه جاني ايميل يلا مدري ايش احنا نحتاجك، قلت يعني انا في بريطانيا ويكلموني في بريطانيا وانا سعودي، يعني ما يعني كان غير منطقي بالنسبه لي، قلت شكله هكر. فكانت بدايه حلوه كانت بصراحه. حلو حلو. متى كان هذا الكلام؟ 2016. حلو حلو. 2016. يعني بدايه موفقه وبالعكس يعني اذا اذا يعني خلينا نقول ثقافه مختلفه عن ثقافتنا قاعدين يشهدون لك، فهذا شيء جميل. انا فعلا بديت اول شيء في بريطانيا، بعدين في الامارات، بعدين في السعوديه. بالتدريج بالتدريج. طيب تجيك اتهامات يعني انه انت ما انت بسعودي او إيه عشان انا مشكلتي في اللون يمكن. ايوه البياض يقولون هذا. طيب وكيف تتعامل معها؟ ها ترد عليهم؟ اضحك. وشلون ترد ولا ما ترد؟ لا ما ارد. ما ترد؟ شو اقول؟ تعجبني توي. شو اقول؟ جميل جميل. طيب يعني كمان تقول هافن بحسب معرفتي انه في مجالك رائد اعمال وعندك مشاريع خاصه. اي ابغى اعرف يعني كيف بتدير ما بين اعمالك الخاصه ومجال عرض الازياء؟ انا قلت لك في البدايه ترى هي هوايه. اعمالك الخاصه لها علاقه ايضا في والله في البدايه الأزياء. إيه لكن في الحين في في الاونه الاخيره لا ما عندي اي علاقه في الفاشن كبزنس الا انها هو هوايه. اي فاذا عندي اوقات فراغ انا قلت لك هي كدخل ما هو بذاك الدخل اللي انت ممكن تتخيلينه. لكن انا في بالنسبه لي هوايتي احلى من موضوع المادي. اي حلو. يعني بس انا استغرب من الناس اللي تحب الفوتوشوت، انا مره ما احب اتعب. أنا اليوم بالعكس. اللي اعرف انه عندي تصوير فيه احس كانه عندي اختبار تخرج. صدق. فعشان كذا يعني احاول اعرف قد ايش يكون انت تكون مستمتع في جلسه لحظات التصوير. فعلا. تحضر كل اليوم عشان والله شوفي هو خلاص هي دائما يقول لك اول بدايه هي اللي تكون شوي صعبه. أي. بعدين في كل جلساتك الثانيه اصلا المصور يكون مرتاح. ما اتعب، ما احب جلسه، احس كانه امتحان والله. اتعب صادقه صادقه. انا زيك، انا الصراحه اتهرب انا من جلسات التصوير. لا انا بالعكس انا مره احب واحس اني استفيد حتى مو للبراند لنفسي يعني. الصور ف حلو صح يعني تضيف لي. طبعا طبعا وهذا مجالك يعني في النهايه. طب خليني بسالك عن يعني ال المجال بشكل عام، يعني قاعدين نشوف الحين تضخم في مجال الازياء والمصممين والمصممات. يعني ما شاء الله عليهم الشباب والبنات بدعوا الصراحه. يعني انت وجهه نظرك لما تجي تشوف مثلا المصممات والمصممين، هل انت يعني بينك وبين نفسك مو بشرط قدام الناس، يعني تقول مثلا والله هذا الانسان مبدع، والله هذه الانسانه لا مو بمجالها، يعني انت هل يعني تقدر او تعطيهم أنا بالنسبة وجهه لي نظرك او لا؟ انبسط مره 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 على النقله النوعيه اللي صارت. حلو. لانه ترى يمكن في اقل من 4 سنوات حتى مو بخمس سنوات صرنا نشوف شباب بنات مبدعين. صح. الفلتره بتصير في الاخير مو مني انا او من صح. اي احد، من المستهلك. لانك انت لما تشتري الشيء تلقى فيه غلط في المقاس، تلقى فيه مشكله في الكواليتي، تلقى في الاشياء هذه، فبيصير فلتره. ايوه. فلو طلع مثلا 10,000 بقى منهم 1,000 يعني. وش اللي يخلي المصمم ناجح او المصممه ناجح؟ انه يشوف نفسه العميل. حلو. حلو. بالنسبه لي ليش؟ لانه انت اوكي صح انت حتطلع بشيء، بس هل عملائك هذا اللي يدورونه؟ هل عملائك هذا اللي يبغونه؟ فاذا فكرت في العميل قبل ما تفكر في انت ايش يعني ناوي تسوي بتنجح. صح صح والله. نصيحه من ذهب بندر. يعني يعطيك العافية على جهودك ووجودك، وأكيد يعني أنت إنسبريشنال للكثير من الشباب والبنات. المطبخ، علاقتك بالمطبخ، كيف علاقتك بالمطبخ؟ لازم رمضان تلف سمبوسة، الريحة، أنا ما أدري أقوم نفطر هنا كيف ولا بتعطونا صحن صغير ناخذه؟ والله لازم بدوقة، لازم لكن نقدر نشم. عاد الشيخ ضحى ما يتفوت أكل، ما في شك، معروفة ما في شك، دائما نتابعها ونشوف. بس وش رايك في الريحه؟ ها الريحه رهيبه رائعه. اي بالله انا
كيف كل يوم كذا؟ يعني انتم تتعبون الضيوف وانتم تعبان خاصة. هذا يوم واحد صح؟ احنا وش نقول يا جاي؟ فاقول لك يعني فاتحين الشهية، انا كل شوي احس. لا تتهرب من السؤال لو سمحت. أيه. طيب تطبخ ولا ما تطبخ عشان نعرف؟ سيء، انا ما اطبخ بس انا متذوق. خير شر؟ الله. انا احب الاكل بشكل غير طبيعي. بس انه تقولي اطبخ، انا المشكلة ما عندي صبر. ايه. اني مثلا يعني ما شاء الله انت تاكل ثلاث دقائق اوكي، بس الطبخه تاخذ يمكن ثلاث ساعات. صح، بس مو مع الشيف ضحى. لا يحتاج صبر. اي انا هذا اللي اقوله والله، يبغى صبر. انا ما عندي هذه يعني انت تعترف الحين ان انت ما عندك صبر. انت شخصيا ما عندك صبر. لا ما عندي صبر. عجل. اي عجل فعلا، انا عجل. عرفت اللي ابي بسرعه الشيء ما جاز لي، خلاص اي تطبيق بسرعه واجيب اكل. يعني انت اتوقع بندر يمكن شفتي الشباب اللي يدخلون المطبخ يفتحون قدور الجاهز. ايوه تفتح قدور في البيت شكلك او يسوي اندومي. لا انا قليت، انا حتى البايت ما اكله. يعني انا شوي بيكي في موضوع الاكل، يعني احب الاكل سريع سريع، ولازم يجيك حار ويجيك مضبوط ويجيك، يعني عندي ما عندي مشكله ما اكل ولا يجيني اكل سريع. اي اي حلو. طيب يعني في الاخر نعرف انك انت يعني تنتقي الاشياء. اي ما تمشي حالك باي شيء. لا مجال، اتوقع هذا المجال مجال الازياء، لازم الواحد يكون دقيق. صح. ولازم الواحد على قولتك يكون بيكي. بندر بن نواف شكرا لك، وشكرا لتواجدكم. شكرا لاستضافتكم وسعيد جدا بشوفتكم، وشكرا لكل الطاقم اللي شغال معكم. شكرا لك، واكيد نتمنى لك التوفيق. الله يسعدكم. شكرا لك. شكرا. اهلا وسهلا. شوف